مشاهدينا، للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد دكتور ماجد عبد العظيم. يعني دكتور ماجد، بعد التحية، المفوضية الأوروبية تحذر من ارتفاع الأسعار بأوروبا وسط زيادة معدلة التضخم. يعني برأيك، ما هي الخطوات التي تتخذها أوروبا لمواجهة تلك الأزمة؟ دكتور ماجد، أهلا وسهلا. نعم، يعني المفوضية الأوروبية تحذر من ارتفاع الأسعار بأوروبا وسط زيادة معدلة التضخم. برأي حضرتك، ما هي الخطوات التي تتخذها أوروبا لمواجهة تلك الأزمة؟ أولا مساء الخير يا فندم، بحيي حضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. لا شك أن العالم كله بيمر بموجة كبيرة من التضخم. الحاصل أن ارتفاع مستويات الأسعار والأحداث السياسية اللي حاصلة ما بين أوكرانيا وما بين روسيا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى تزايد الطلب العالمي مع سابق توقف سلاسل الإمداد في جائحة كورونا، فبقى فيه طلب متراكم. اللي حاصل في أوروبا في الفترة الحالية وبرضه في أمريكا هو زيادة متوالية في مستوى الأسعار، معدلات من التضخم غير مسبوقة. زي ما شفنا البنك الفيدرالي زود الفايدة ب 50 نقطة بما يعادل 0.5%، وقبلها كان زود 25 بما يعادل ربع وربع. في الفترة الأخيرة امتصاص السيولة هو الهدف اللي حاصل في الأسواق، لأن ارتفاع الأسعار بيكون إما ناتج من جانب التضخم، يعني بيكون ناتج إما من جانب العرض أو من جانب الطلب. من جانب الطلب، مع زيادة السيولة بيزيد إقبال الناس على الشراء، وبالتالي بتزيد معدلات التضخم، فبيتم رفع سعر الفائدة على أساس أن يتم امتصاص السيولة الموجودة في المجتمع. وده اللي لجأت إليه معظم البنوك المركزية في أوروبا وفي أمريكا وأيضا في دول عربية. النقطة الثانية، ممكن يكون التضخم من جانب العرض بسبب ارتفاع تكلفة الخامات وارتفاع تكلفة الإنتاج. واللي حاصل دلوقتي في العالم بشكل كبير جدا ارتفاع موجات التضخم. الاخطر منه هو ما يسمى بالركود التضخمي او الستاكفليشن. الستاكفليشن بمعنى يوجد تضخم وركود في نفس الوقت، وهذا هو ما يكون له اثار سلبيه على اقتصاديات الدول. لا شك ان اللي حاصل في الفتره الحاليه خلى كثير من البنوك المركزيه ترفع اسعار الفائده لامتصاص السيوله الفائضه في المجتمع، وايضا ما يتعلق بالسياسه النقديه والسياسه الماليه اللي تتبعها الدول في معالجه مثل هذه الحالات. نعم، حضرتك ذكرت ايضا نقطه هامه دكتور ماجد، يعني التوقعات الاقتصاديه داخل بلدان الاتحاد الاوروبي تزداد سوءا مع اشتداد ازمه الطاقه، لذلك نرى الان ارتفاع قياسي في اسعار الجمله بالمانيا ودول اخرى. هل هناك انفراج او امل في ايجاد حل للازمات الاقتصاديه المتتاليه؟ لا شك أن التوقعات لا يمكن أن تكون دقيقة، لأن ما يحدث التغيرات أو الأحداث الجيوسياسية الحادثة على مستوى العالم بتخلي أن الرؤية ضبابية، بمعنى أنه لا يمكن التكهن أو التوقع بشكل مؤكد ما هي توجهات أو ما هي اتجاهات التضخم أو ما هي حتى اتجاهات تسوية الموقف فيما هو حادث ما بين روسيا وأوكرانيا، لأن العالم أصبح كقرية واحدة، فما يحدث في الشمال يؤثر في الجنوب، وما يحدث في الشرق يؤثر في الغرب، وبالتالي يصعب التكهن. ولكن كل الدول في هذه الفترة تأخذ باحتياطات، ونرى ما نراه الآن من زيادة الاحتياطيات من الذهب، لأن تذبذب أسعار العملات وما يؤدي إليه الأحداث السياسية والحروب يؤدي إلى زيادة تحوط الدول بزيادة رصيدها من الذهب. أيضا مزيد من الإجراءات الانكماشية أو التقشفية كما تسمى، مزيد من الإجراءات فيما يتعلق بالسياسة النقدية والسياسة المالية، لأن الرؤية الغير واضحة تؤدي إلى مزيد من الحذر، وهذا هو ما نراه على مستوى العالم. نعم، في الفترة الحالية. كنت معنا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد دكتور ماجد عبد العظيم، شكرا جزيلا.